انت قلعتي الحجاب امتى؟ انا قلعت التربونه. في فرق بين اني قلعت الحجاب واني قلعت التربونه يا عمرو. قولي لي ايه الفرق؟ الفرق ان الحجاب انا ما كنتش عاملاه، وانا من زمان بطلع بكل البرامج وطلعت معاك وطلعت مع كل الناس ومع وائل الكرار مع كل الزملاء الاعلاميين والاصدقاء وكل البرامج. قلت انا يا جماعه محتشمه، انا من يوم ما لبست الباروكه يا عمرو قلعت الحجاب. انا فضلت ملتزمه بالحجاب واتجوزت جوزي وهو عارف ان انا محجبه وملتزمه، بس مش محجبه. انا بصيت لحجابي لقيته شوي، فلقيته تحت الشم مش حجاب. نعم. ابتديت اخفف شويه بعد السن ما كبرنا شويه وكده. لا خلاص دي مرحله وانتهت من حياتي، انما دي مرحله تانية في حياتي. اللي عاجبه عليها عاجبه، مش عاجبه انا بتعامل مع ربي. اللي مش كل الناس هتتفق على اللي انت على حاجه ابدا. مستحيل يعني، مستحيل ترضي الناس، بس هو في الاخر المهم انت تكوني راضيه عن نفسك. I really like that to not be so anymore. That's not to say that I never identified with my scarf or with being in the modest fashion community.